بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متابعينا ومشاهدينا الأماجد. السلام عليكم ورحمة الله. سنتحدث في فيديو اليوم على موضوعين هامين. الموضوع الأول يخص بغداد بونجاح، والموضوع الثاني يخص مدافع بروسيا دورتموند وقائد الفريق الألماني للفئات الشبانية الذي يقال أنه سيمثل الجزائر. نبدأ أولا ببغداد بونجاح. ظروف الناس كل تعرفها، احنا كعرب كمسلمين واقفين مع القضية الفلسطينية. الذي سجل ثلاثية مع ناديه السد في دوري أبطال آسيا، وسجل الجزائري بغداد بونجاح هاتريك في مباراة الفيصل الأردني التي أنهاها السد بسداسية نظيفة دون عناء، ولم يجد السد القطري أي صعوبة في ذلك. وسجل الدولي الجزائري الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، والهدف الثاني في الدقيقة الخمسين، والهدف الخامس لفريقه والثالث له في الدقيقة الثالثة والستين. والمثير للانتباه هنا هو رفض اللاعب الاحتفال بالأهداف تضامنا مع فلسطين ومع القضية الفلسطينية. وقال بغداد بونجاح في تصريحات له لقناة الكأس: الجميع يعلم الظروف، لا الظروف التي نعيشها الآن فهي ليست مواتية للاحتفال، ونحن كعرب مسلمون واقفون مع القضية الفلسطينية، ورحم الله جميع الشهداء والأطفال، ونشعر بما يشعر به الفلسطينيون، ونتمنى تحرير فلسطين. كانت لفتة مؤثرة من بغداد بونجاح، وموقف شهم ورجولي ككل اللاعبي الفريق الوطني الجزائري أو أغلبهم الذين عبروا عن موقفهم ودعمهم للقضية الفلسطينية على غرار كل الشعب الجزائري. نمر الآن إلى الموضوع الثاني، وهو موضوع اللاعب الذي ينشط في البوندسليغا ووافق على تمثيل الجزائر، حيث كشفت تقارير إعلامية أن أحد أبرز مدافعي البوندسليغا وقائد المنتخب الألماني في الفئات الشبانية وافق على تمثيل الجزائر، وهو الياس بن قارة البالغ من العمر 16 سنة فقط، فهو من مواليد 29 أفريل 2007، ينشط في مركز قلب دفاع. كما يتميز هذا اللاعب بتدخلاته السريعة والقوية، ويبلغ طوله 192، يعني يملك قامة جيدة، قامة ممتازة لمدافع. والياس بن قارة الذي ينشط في فريق بروسيا دورتموند لأقل من 19 سنة ويرتبط معه بعقد إلى غاية 2025، بدأ هذا اللاعب مشواره مع نادي ماينز قبل أن يكتشفه مكتشفو المواهب والنقبي على المواهب لنادي بروسيا دورتموند. ونحن نعلم جيدا أن اللاعب خاصة في الفئات الشبانية إذا تم ضمه إلى نادي دورتموند فهو على الأكيد أنه يملك إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، ويستعد هذا اللاعب لتغيير الجنسية الرياضية وتمثيل الجزائر. ويعتبر الياس بن كارا من أبرز أو الياس بن قارة من أبرز المواهب التي يمتلكها نادي دورتموند، وهو يلعب بانتظام كأساسي مع فريقه ويحمل الرقم 25 نسبة لمدينة قسنطينة المتعود على زيارتها كل صائفة منذ الصغر. لعب لحد الآن 7 مباريات مع فريقه دورتموند هذا الموسم. في البداية عرف الياس بن قارة بعض الصعوبة وخرج ببطاقة حمراء في إحدى المباريات، يعني ببطاقتين صفراوتين، لم تكن بطاقة حمراء مباشرة، خرج ببطاقتين، تلقى بطاقتين صفراوتين على إثرهم، تلقى بطاقة حمراء وخرج. إلا أن مستوى اللاعب عرف طفرة، وطفرة كبيرة، وتأقلم سريع وسريع جدا مع الفئة إيديزنا في الفئة أقل من 19 سنة، يعني هو يبلغ من العمر 16 سنة فقط، يعني زملاء ما زالوا يلعبون في فريق أقل من 17 عام. وأصبح يقدم مستويات جيدة، وفي آخر مباراة له على ما أظن ضد نادي كولون فازوا بنتيجة 3-0، كما أدى مقابلة رائعة جدا وتحصل على علامة ممتازة وهي 8.8. سجل هذا اللاعب في هذا الموسم هدف واحد مع فريقه. كما نذكر أن هذا اللاعب لعب لمنتخب ألمانيا لأقل من 15 سنة، وكان هو القائد للفريق، وهذا لما يتميز به من كاريزما وشخصية قوية. وأعتبر أن هذا اللاعب سيكون خليفة لعيسى ماندي بامتياز، فهو لاعب ممتاز، فقط نتمنى له التوفيق، ونتمنى أن فعلا أن تكون الأخبار الرائجة باختياره للجزائر صحيحة، فهو لاعب ممتاز ويمتلك إمكانيات
ممتازة وممتازة جدا، ونتمنى له كل التوفيق بإذن الله مع الخضر في المستقبل. هذا ما لدينا، نتمنى منكم بعض الدعم إن شئتم، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله.